يزين لي جو الشعر والتعاليل بالفارقة عن كل ما فيه مخلوق وزان زان القصيد وزان. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام الأفاضل، لا زالت التحديات متواصلة، الأشواط متواصلة، شوطا يليه الشوط الآخر، انطلق وعلى بركة الله الشوط 11 للحقائق الأبكار العام من المسافة 3 كيلو من ضمن مهرجان ولي العهد للهجن لنسخته الثالثة. نبدأ وإياكم مع أحد الأشواط القوية التي لا تقل أهمية عن غيرها من الأشواط. انطلق وإياكم مع المركز الأول. إذن متابعين الكرام نبدأ وإياكم مع المركز الأول مع سعود بن صحن بن عفات الشمري، يقدم لنا انطلاقة عنيدة مع المركز الأول، ولكن راقب الشعار الذي غير وغير إلى الصدارة وإلى البداية ليتقدم في هذه اللحظات لحظات. وين هو فيكم؟ من هو اللي على المركز الأول؟ أحمد بن أحمد العديني يقدم لنا انطلاقة عز مع المركز الأول مع الانطلاق الجيد. ثاني التحديات سعود بن صحن بن عفات، يتقدم الشمري مع انطلاقة عنيدة. ثالث التحديات الواصل المتواجد في هذه اللحظات ليتقدم مع المركز الثالث. نرى الوصول القوي مع المركز الثالث، تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق بشعار هنا متابعين الكرام. عبد الله بن سالم بن دسمان الوعيري القرشي يقدم لنا انطلاقة واندفاعت خيرة، وصلت خيرة مع المركز الثالث. رابع الأسماء القادم رايد بن دخيل الله الوعيري القرشي يتقدم مع انطلاقة هذا الشعار الجيد، يقدم لنا دهامة. خامس التحديات راقب الشعار الواصل سليمان بن عبد الله بن حمد بن سليم، يتقدم التميمي مع كفا، وصلت كفا يا متابعين الكرام على المركز الخامس. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الثنائي الذهبي طيران وانفراد عن بقية المراكز. انطلق المفضل الشمري يقدم لنا انطلاقة شعاره مع المركز الأول. سعود بن صحن بن عفات المفضلي الشمري يقدم لنا انطلاقة عنيدة مع لوحة الكيلو والمتر الأخير، الكيلو واللي ما بعد كيلو. أبناء حايل يتزعمون الصدارة، يتصدرون القيادة. والمركز الثاني راقب رايد بن دخيل الله، راقب أبو فارس القرشي، من يقدم لنا انطلاقة شعاره ويقدم لنا دهامة. وصلت دهامة، شنت الغارة، الله الله، غيرت دهامة صاحبة الإنجازات، صاحبة الكثير من النقاط، رايد بن دخيل الله الوعيلي. يا الوعيلي القرشي روح يا أبو فارس روح، أبناء الميدان يطالبونك بهذه النقطة الغالية مع انطلاقة دهامة. المركز الثاني كفا، وصلت يا إخواني كفا، وصلت تميمي، أحد الصفقات المليونية في ليلة البارح، وصلت تميمي، وصل سليمان بن عبد الله بن حمد التميمي. كفى بمتابعة ناصر بن محمد الغفراني، كفى دهامة كفى يو دهامة كفى دهامة. الأمتار الأخيرة يا بكور يحرك، يا بكور يحرك، روح بالنماس التميمي، أحد الصفقات في ليلة البارح، كفى الصفقة المليونية، الله الله التميمي. سليمان بن عبد الله بن حمد بن سليم، كفى يا كفى بطلة، لا تقهر كفى. سلام يا ناصر يا ابن محمد يا الكوري الغفراني، قدم لنا كفى. تهانينا والنماس لمالك كفى بنت نواف الأمير، صاحبة الإنجازات الذي كل يعرفها. ثاني المراكز
كان بشعر رايد كان بشعار رايد من دخيل الله لوعيل القرشي مع انطلاقة تهامة ثالث المراكز. كان بشعار حمد بن راشد بن رايه المري مع غلا رابع المراكز. كانت هنا طلة بشعار حمد بن جار الله بن حسين البريدي خامس المراكز. المركز الرابع كان بشعار حاضر بن مطلق البقمي خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام ها هي لحظة وصول كفة صاحبة الإنجازات سليمان بن عبد الله بن حمد الذي أجرى صفقتها ناصر بن محمد آل صافية المري في ليلة البارح الصفقة المليونية الرابحة. إذن متابعينا الكرام كفة لا تقهر يا إخواني في المهرجانات. الله يا التميمي الرجل الذي دعم سوق الهجن بالمشتريات القوية قاطعة المسافة الثلاثة في 4:38 72 جزء من الثانية. ثاني المراكز دهامة رايد بن دخيل الله القرشي 4:38 42 جزء من الثانية. ثالث المراكز حمد بن راشد بن حمد البريصي قدم لنا غلب ب 4:42 94 جزء من الثانية. رابع المراكز كان بشعار حاضر بن مطلق البقمي 4:42 97 جزء من الثانية. خامس المراكز حمد بن جار الله البريدي مع انطلاقة البندري 4:44 39 جزء من